نراهم في ساعات الصباح الباكر، البعض منهم يتسولون والبعض الآخر يعملون بعيدا عن مكانهم الطبيعي المتمثل بمقاعد المدرسة. وبدلا من أن تراهم يحملون حقائبهم وكتبهم الدراسية ليغدوا عالمهم أفضل، يصبح ذلك العالم مقتصرا على العمل الذي يرهق أجسادهم ولا يتناسب مع أعمارهم وطفولتهم، وربما يفرض عليهم أيضا الابتعاد عن عائلاتهم، كحال الطفل بشار العضلي 16 من العمر، والذي كان يأمل أن يواصل تعليمه ليحقق أمنية والدته التي أرادته أن يكون يوما طبيبا أو مهندسا. غير أن التدهور المفاجئ لحالة والده الصحي كانت كفيلة بأن تدفعه إلى ترك مدرسته وأصدقائه ومنزله الواقع في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء، ليقطع مئات الكيلومترات وصولا إلى صحراء العبر بمحافظة حضرموت. جيت هنا أشتغل في منفذ الوديعة مكان أبي، لأن أبي أصيب مرض القلب. أعمل هنا في الوديعة عامل خدمات في مكتب الجمارك. أبدأ دوامي الصباح الساعة 8 لا إلى الساعة 12 ظهرا. قصة بشار ليست الوحيدة من نوعها، بل هي واحدة من مئات آلاف القصص لأطفال يمنيين وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك مقاعدهم الدراسية، إما للبحث عن فرصة عمل يستطيعون من خلالها توفير مصدر دخل لعائلتهم، أو نتيجة للصراعات التي تشهدها البلاد، حيث تشير تقارير اليونيسف أن نحو 2 مليون طفل يمني باتوا خارج مقاعدهم الدراسية. بالي واقع الأطفال في اليمن بشكل عام وتحديدا في حضرموت وضع مأساوي، بالذات في الفترة الأخيرة من الأحداث اللي شهدتها اليمن في الصراع الحالي، خصوصا في جانب تسرب الأطفال من المدارس وعمالة الأطفال وإشراكهم في التجنيد وفي الحروب في الجماعات المسلحة. وإذا كان واقع الطفولة في اليمن كارثي حتى في فترة ما قبل الحرب، فكيف سيكون الحال الآن وقد آلت الأوضاع إلى ما آلت إليه؟ قد لا تكون قصة بشار فريدة من نوعها، لكنها وبكل تأكيد هي مثال حي للكثير من قصص أطفال اليمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.